لك يا لطيف على الدنيا شو فيها شغلات غريبة عجيبة يا ابتي هذا. يا لطيف. اي والله يا ابن عمي ربك كبير. تصوري من واحد عتال مشتهي كسرة الخبز يجير بكاكي لواحد صار معه مصاري فجأة هيك من غامض علمه ومال كانات وعز. ليك يا ابتهال انت صبرتي معي وبإذن الله ما بعد الضيق إلا الفراج. أنا راح أعوضك عن كل شي صبرتي. البيت ماشي حاله بس راح أنفضلك يا كله. شايفتي هذا العفش كله بدي ألحشه بالحار وساوي لك أحلى بيت بالحار. لك الله يخلي لي إياك يا رب وتعيش وتجيب لي. سبحانك يا رب شلون بيغير الأحوال من حال لحال. خير اسمك يا الله. لك الله يرحمك يا عمتي. لك مين بيقول عمتي عندها كل هالمالكانات ونحن ما بنعرف؟ ايه الله يسامحها ويرحمها، كانت نايمة على كلها وكانت شايفة حالتنا شلون فقر وتعتير وقلة حيلة، ما سألتنا يا محلى الكحل بعينكم، بس شو بدي أحكي؟ الله يسامحها. لك أنت شو بدك؟ أنت بدك القفلة، الحمد لله كل شيء صار إلنا وليكنا عم نستفيد منه. قومي شوفي مين، قومي. أهلين خالي كيفك؟ أهلين وسهلين. أهلين يا خالي. شو اللي ذكرك فينا؟ شو اللي ذكرني فيكم؟ شو خالي؟ صار معكم مصاري ما عدتوا تعرفوا علينا؟ لك ليش أخلاق دي يا خال؟ عود لنقعد نحكي عود. يلا عود. أهلين لنا قهوة. يا عيني. لك أهلين بالخال. أهلين وسهلين. أنا عتبان عليك كثير ها؟ خير شو في؟ الله صار البنيتو يا بعدو احلى زعيم ابو حدو. لك ابو حدو ايه شو هاد يعني الحلال الزعامه طلعت لك يا ابو حدو. لك على راسك ولا من هلا ورايح تفوتوا بايدكم لهون عم تفهموا؟ انا الزعيم ابو حدو واللي بدي اياه بده يصير، عم تفهم انت وياه؟ والا خصما عظما ها بكبكم برات الحاره. امرك زعيم ابو حدو امرك. احنا خدامينك زعيم، قلنا شو بدك نحن امين؟ قولوا لي لشوف شو اخباره هذا الاندبوري الجربان اللي صار معه مصاري؟ قصدك العتال بكري اللي كلمنا نسرقه؟ لك اخراس شو نسرقه ما نسرقه؟ ستني ياك بدك تفضحنا انت؟ إيه لكن شلون يعني بدنا ناخذ؟ لانه هو ورث ورثه الله وكيلك رزق ليوم الرزق. والله الشهر صار بده صفني. شنو بعد نصرت الزعيم؟ كل حركه محسوبه علي. شو رايك ننزل لعنده بالليل؟ نلفت كل شيء على هسي ونمشي. لا مو هيك. إيه لكن شلون ابو حدو زعيم؟ شو رايك اشحط لك اياه برات الحاره؟ اقدحوا بدنا نقرر وين الذهبات ونخلص منه ويطلع الخالي. لك كمان مو هيك يا زعيم. طب فهمنا شو نعمل. اسمعنا شوف انت وياه هلا بالله مشان هيك زعلان منا؟ ليكنا طلعناك على الليوان مشان نروقك. صهر لك صهر بدك تدير بالك علي. لك انا خال حرمتك شبنا لك بكري شبنا. لك والله غلاوتك من غلاوة ابتهال والله. ايه ها هذا العشم فيك خالي. شو بتعتاز تكرم عينك. لك يا حبيبة قلبي يا بنت اختي يا غالية انت هلا صارت غالية بنت اختك. يا الله يا هي فهمونا على شو عم تدوروا؟ على شو؟ لا تشغل بالك. يعني في شيء من ناحيتي؟ والله ما بعرف، على كلين بدنا منك شغلة. أمور مثل ما بتعرف الزعيم إجا مولود. والله جد؟ إن شاء الله ألف مبروك. إن شاء الله يتربى بعزه. الله يبارك بعمركم. فنحن هيك عم نلم له يعني نقطة مدلة.
ايه لازم تاخذوا له نقوط مدلل، لكن اذا الزعيم ابنه ما اخذتوا له نقوط، لمين بدكم تاخذوا له نقوط؟ يا عداك العيب، معناها حركنا حالها. شلون يعني؟ يعني جيب لك شوية عملة. اه ايوه شوية عملة. يا على عيني دكة صغيرة. فكري لازم يكونوا محرزين لأنه هذا الزعيم. لك على عيني الزعيم وابن الزعيم. حلو الكلام. معناتها الأمور ماشية مثل ما بدنا. مثل ما بدك وأحسن يا كبير. يا عيني عليك. هلا بلش الشغل. تعرف يا مسعود ليش بحبك أنت وبشير؟ لأنه من ريحة الزعيم. الله حيو يا عمي بكري. نسينا نقول لك إنه الزعيم اشترى بيت جديد. والله جد، إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك بعمرك. لك إيه بس قال لحاله الزعيم إنه بده غرفة نوم محترمة ومعتبرة. وبصراحة وقت لبشنا عندها لقينا غرفة كتير حلوة. إيه والله خرج بيت الزعيم. إيه معلوم، إذا الزعيم ما حطها ببيته أنا بدي أحطها ببيتي. أنا بعرف. يعني بيت الزعيم أوجه بالصيف. وهلا شو صار في عندي بالبيت؟ زعيم كل شيء ببيت بكري صار عندك بالبيت، فرش، عدة مطبخ، علي الحلال بيته عم يصفر تصفيق. ولهلا ما حكوا ولا كلمة، ما اعترف. لك أعوذ بالله، أبدا ما في هيك شيء، عشو بدي اعترض؟ الله وكيلك كان مبسوط. والله بيته البكري كثير فهمان ورايد مصلحته. والفهمان بيشتغل على طول بنت مساكن، عجبني. ايه وبعينته بيحبها، انه ما قلناله على شغله الا قال انا بامر الزعيم، انا بامر الزعيم. هيك قال انا بامر الزعيم. يا عيني علي والله عجبني يا شب، وحابب هيك يشرب لي معه كاسه شاي. لك بري عليكم، بري عليكم والله ما في منكم انتم، ويكون الكم حلصها. لك برعمي كاسة شاي ببيتنا ما في لحتى نشرب شاي، لا أصلاً شاي ما في كمان، يخرب بيتهم شلون شلحونا كل شيء. لك أنا اللي بدي أفهمه بس وجالطني، أنت شلون مبرد قلبك؟ آه قاعد لي هالقعدة شلون؟ ياخذوا كل شيء، أحسن ما يخلصوا علينا. لك شو الشغلة فلتانة؟ أيوه يلا يلا الله لا يوقفوا ما خلوه. أهلين بحبايب القلب، أهلين برجال الزعيم الأشاويس. ما قلتولي الزعيم شلونه؟ بيسلم عليك ومبسوط منك خير الله. يا الله يخلينا يا إلهي. والزعيم قرر يتجوز مرة تانية. بالله جد؟ لا هيك مو ظابطة بنور، يعني العفش وشلحتونا يا والمصاري ما خليتوا معنا نقلة، يعني بده ياني يطلق المرأة أمشان ياخدها. لا سيدي هيك تخنيت. بهلك بدري الزعيم مانو هيك ابدا. ها لكان شو يعني مثل ما بتعرف ايه ما بده يصير خناق بين الضراير وهذا الخلاف يعني. اذا هيك معه حق. لك ايه قبرني الفهمات، لا هذا السبب بده بيتك يتجوز فيه. ايه والله بيناسبه، شو بك عم تصفه؟ ايه هذا البيت ما بيناسب غير الزعيم. وانا وين بدي روح؟ هلا يا حبيبي انت دبر حالك، بعد هذا الزعيم شايل حاره على كتافه وشايل مشاكل. اي والله شايل مشاكل، راح نفضي له البيت مو على عيني وراسي. ابن عمي نحن ما لازم نسكت، لك راح نصفى بالزقايق. اي والله ما صدقت انت خلص من الفر والتعتيق، يعني هيك يروح كل شيء بيوم وليله. لك حاجه بقى سرعتيني، عمل لك هذا الزعيم مو حيث ما تعرف الزعيم ورجاله بلاد حرام ما بيخافوا من الله، شو بدي اعمل لهم؟ روح اشتكي علينا الكركون. لك هلا فكرك اذا رحت على الكركون راح يسمعوا حكي؟ بدهم يحكوا، بدهم يسمعوا حكي الزعيم. طيب انا عندي طريقه نرجع حقنا وزياده من الزعيم. بالله جد شلون؟ لك احكي. Thank you.
اخلي الحارة واقف على اجر وحدي والكل يمشي تحت امري وما يصير لي حدا يوقف بوشي ويقول لي بو. قولي لي نشوف مين لسه في بالحارة معه مصاري؟ كتار زعيم. كتار؟ يعني قديش؟ يعني منار كذا بقيت وكذا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مري يا أختي. عاوزتك بالسيرة زعيم. تفضل يحكي. لا بيني وبينك. بيني وبيني. قص بغي يا بنتي وياها. يلا يلا. أمرك زعيم. يلا. السلام عليكم. تفضلي يا أختي تفضلي. احكي. تبارك الرحمن اللهم صل على محمد و انا ابتهال إيه؟ مرته لبكري. انت ابتهال؟ انا جاي لعندك من دون علم جوزي بكري هون. لك يا بيت اهلين وسهلين بريري. في سر بدي اقول لك عليه، بس بدي اياه يضل بيني وبينه. لك تكرم عيونك، سر كبير غبيق. بصراحه جوزي ماله امان وناوي يتجوز علي. لعنة الله عليه. واحد عنده هالجواري ويتجوز عليها. قولي لي شو السر؟ هلا بصراحة أنا كثير انسريت إنك شلحت جوزي كل شيء معه وساويته على الحديدة. ولك الزعيم ما بيهمه غير أهل حارته. قولي لي هلا شو السر؟ بالبيت عنا في تميرة ذهب كثير كبيرة وما حدا بيعرف فيها غيري. شو الحكي؟ إيه؟ شو ايه؟ هلا انا قلت لك عليها، يعني السر حيضل بيني وبينك وما حدا بيعرف غيري وغيرك. ايه جوزي ما بيعرف بلا تميره، بصراحه انا ما بدي اخبره عنها مشان ما يتجوز علي. وانت بتعرفي ولا تميره؟ ما في حدا غيري بيعرف، وهلا انت صرت بتعرف. لك يا عيني عليكي، وشو العمل هلا؟ ما انا جاي مشان تجي لعندي على البيت، ودلك على تميره بس ما بيكون بكري بالبيت. ايه حصل. حصل يا خانم حصل تكرم عيونك. هذا الكلام المضبوط. وينك؟ ولطميري بالنص بيني وبينك. ها؟ من عيوني. يسلموا لي. بده يتجوز عليكي. لك ان شاء الله 60 عمره. ولا لخليه يطلقك ولا اتجوزك. وتصيري حرمتي. حرمتي. يلا انت لحالك؟ ايه لحالي. تخيلي خليك تبارك الرحمن. لك من يوم اللي اجيتي لعندي والله دخيل ربي درجوك والله ما عم تروحي من بالي. دخيل هالشبوبية. انا دخيل هالشبوبية بقلبي. انت قولي لي هلا وين الطويله خلينا ناخذها؟ شايف هني كتلة شجرات؟ ايه بيناتهم بالنص. شو حكي؟ والله بالنص. لكولي لكولي يا اهل الجيرة يا جيران. شو صار؟ يا اهل الحارة. دخل يا خير. شو في؟ دخل واعتدى علي وهربت منه. زعيم قولي يا لك شو عم تساوي انت هون؟ شو عم تساوي؟ شو عم تساوي؟ شو عم تساوي؟ حبيبي دخيلك عم يتحكش فيني الزعيم. شو؟ اي والله وقعت على بيتي وما بتتهجم عليها يا خرب بيتك. قالت لي في طبيرة هون تعال خدها واعطيني نصها. لا طبيرة شو عم تساوي؟ شو عم يحكي؟ الله وكيلك ما في شيء من هاد كذاب احشكي عليه للكربون من عمي. الله وكيلكم كذاب يا جماعه. جت عندي على المطافي وقالت لي تعال في طبيره. لا شوفي شوفي هون شو عم يصير؟ شوف الزعيم فات على بيتي وعم يتهجم على مرتي. لا وعامل لي فيها زعيم بيطلع منك هيك؟ لك يا رجل قسما بالله كذاب يا جماعه. لك انت زعيم انت لك انت زعيم يا عيب الشوم عليك. ولا قوة الا بالله. بس ما عم اقول لك لا في طبيره ولا في شيء. لك شوف يا زلمه ما خلى لنا ولا غلط بالبيت.
كله اخذوا شلحنا يا هو ورجال الزهران كمان شلحكم يا سيدي شرف معي شرف على الكراكون لا يا سيدي مو بس هيك بدي يرجعنا كل شي غراض اخذها منا كل شي غراض رح يرجعوا لكم شرف شرف والله والله ان كيده العظيم لك انا بحياتي ما حدا ضحك علي الا انت بسيطه روح روح صابك هنيك امشي 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 وانت الحقني مش هتاخذ اغراضك شرف يلا على راحك بس انت يا ابن شو عامل لي فيها زعيم لك شو هالبنتخت هي لك شو هالبنتخت هي والله قدعه واخت رجال لك يقبرني ربي منين بتجيبي هالافكار هي شلوني معك ابن عمي لك بتاخذي العقل الله لا يقيمه لهالزعيم يلا بدك شيء انا راح اجيب الاغراض سلامتك اوعك ابن عمي ها اوعك تخلي اخوك رشدي يروح يسكن عند ابوك بالبيت اي والله والله بيلعب له بعقله وبيخليه يكتب له البيت باسمه شو الحكي شو يكتب له البيت باسمه لك ايه ممكن بتصير بعدين ما تنسى انه ابوك بحبه كتير لاخوك هذا وبحب مرته كمان لك كان خلي ياخذ ابي لعندهم على البيت ويخدمه هو ومرته لا هذا كمان مو حل لك كان شو الحل يا صفيه شوف تاج راسي ايش كان اخوك مثل ما عم بيقول يعني إنه حابب يدير باله على أبوك ويخدمه ويكسب رضاه ياخده لعنده على البيت ما في مشكلة بس في إلنا شرطها بيتنازل عن حصته بالورثة وهيك لحدا بيضحك علينا ولحدا بيسرقنا شلون يعني ما فهمت عليكم شلون بدكم يعني يتنازل عن حصتي بالورثة لك يا رشدي مو انت همك تاخذ ابوك لعندكم على البيت وتخدمه مشان تكسب رضاه لك عندي رضاه بالدنيا كلياتها وبحطه فوق راسي عال كتير معناتها هلا بتكتب تنازل بحصتك بورثه ابوك وبتبصم عليها ويا سيدي خود ابوك وخليه عندك وكساب رضاه قد ما بدك شو قلت موافق يا اخي موافق ها؟ لك عن لحقوم جيب الورقة مشان تكتب التنازل وتبصم عليها والله الشغلة مع ما تفوت بالقعل شلون راشد ورشيد بياكلوا حق أخوهن من حصته بالورثة اللي ورثته إياها أبوه دنيا عجيبة لك حسان دنيا عجيبة لك رشدي هو اللي خدم أبوه طول فترة مرضه لك لازم يتشكروا إيه لازم يتشكروا هو ومرته مو يأكلون حصته عند رب العالمين ما بيضيع شيء رشدي الله يرضى عليه كسب رضا أمه وأبوه وهذا أجره وثوابه كبير عند رب العالمين صحيح حكيك 100% صحيح يا شيخي البيت ما فيه كسرة خبز أقل شيء يعطوك حصتك من البوايكية يعني مو معقول هنن يتنعموا هنن ونسوانه ونحن ببيتنا ما في لقمة خبز لا حول ولا قوة إلا بالله والله ما لي أعرف شو بدي أعمل مثل ما بتعرفي لك رضية أنا تنازلت عن حصتي لأخواتي وما عاد صفي لي شيء معهم شغلة تانية حملت حالي ورحت على البوايكية بدي أشتغل عم صاروا يعاملوني كأي أجير عندهم وأنا ما اهتان علي والله ما بيهتان علي هيك لا يخليه رضية لا يخليه ماني عرفان شو بدي أعمل لا حول ولا قوة إلا بالله الله يرحمك يا أبي الله يرحمك أي والله الله يرحمك شو الأخوات اللي إلهم مالهم حنايم بالمرة لك قليل قديش أنت كنت مرضي وقديش كنت تدير بالك على أبوك الله يرحمه معلش رضية معلش عند الله ما بيضيع شيء مهم أبي مات وهو رضيان علي الحمد لله لو نروح شفنا هيك شي شغله ناكلها ندبر حالنا شو بدنا نساوي الله يرزقك Thank you.
اسمع يا ابني أرجدي، أنا رضيان عليه دنيا وآخرة. بتروح على الأرض وبتحفر بحوض شجرة النانرج، هنيك في سرة أنا قايم لك إياها، فرج حالك فيها يا ابني. بسم الله الرحمن الرحيم، ما في حدا. منام منام، عجب لك كاسة مي. روح روح تعال روح تعال تعال. شلون يعني؟ ما عم بفهم عليكم. مو أنا اللي دليتكم وين موجودة الطميرة فبيطلع لي حصة مثل ما بيطلع لكم أنت وياه؟ هلا إيه، من ناحية أنك أنت دليتنا دليتنا مزبوط، بس ما بيطلع لك شيء. هي للسبيلي ما بيطلع لك شيء؟ ولك ليش حتى ما يطلع لي ليش؟ فهمني. لك عمي أنت مو تنازلت عن حصتك؟ بلا. هاها، معناتها كل شيء موجود بهالأرض إلي ولأخو. وهالطميرة وين لقيتها أنت؟ بالأرض تبعنا. معناتها هي الطميرة لإلنا وانت مالك فيها شيء. هل هذا آخر كلام عنكم؟ ايه هذا آخر كلام. ليك أخي إذا بدك روح اشتكي على الكراكون. ها ليك الكراكون ما بضيع حدا، روح روح اشتكي على أخواتها. شرف أخي شرف. شلون ما قالك شي؟ هيك قالوا لي إخواتي، قال أنا تنازلت عن الأرض فما بيطلع لي حصة من القميرة. لك بس أبوك الله يرحمه خبرك إلك، ولو كان بده كان خبر إخواتك. شو بدك يعني ساوي يا رضية؟ شو بدك يعني؟ تقاتل أنا أخواتي مشان المصاري؟ أنا آخر همي المصاري كلياتهم. لك الأولاد جوعانين ولازمهم ألف شغلة وشغلة، وانت بتعرف الحق واخواتك ما بيعرفوا الحق، ما لازم تسكت انت. لا حول ولا قوة الا بالله. الله يرحمك يا ابي، الله يرحم روحك. امين يا رب. لا حول ولا قوة الا بالله. الله بيفرجها رضية، الله بيفرجها. انا فايت مني شوي. الله يكون معنا. إيه بس ما بيصير انت واخوك تاكلوا حق اخوكم. هذا الكلام ما بيجوز منوب. نحن ما كنا حق حدا. لا يا حكيك مو مزبوط بنوب، لأنه المرحوم أبوك إجا بالمنام لعند أخوك ودلوا على محل الطميرة. ليش ما إجا لعنكن ودلكن إلكن؟ هلا يا مختار أنت بتصدق هذا العلاق مصدي؟ شو منام ما منام؟ هذا هو مخبيهم للذهبات ودروا ياخدهم كان. لو كان مخبيهم هو كان أخدهم وما قالكن بنوب. لك ابني انتوا اخوات ما بيصير تاكلوا حق اخوكن. لا وليش؟ لانه اخوكن اخذ المرحوم الله يرحمه لعنده على البيت وقعد يخدمه ويدير باله عليه هو وحرمته الله يسترها. ما بيصير هذا الحكي بنوب، هيك بتكافئوه؟ يا ابني اسمعني، اللي تركه ابوك لا لك ولا اخوك. تذكر لك ابني انه عند الله ما بيضيع شيء، في حساب بالاخره. قوم مختار، قوم خلينا نمشي. يلا شيخ يلا شرف.
لا تزعل يا ابني، لا تزعل. بتروح على البايكه، في مزهريه فخار محطوطه على الرف، انا حاطط فيها مجيدي. خدو يا ابني، خدو وفرج حالك فيه، ان شاء الله بيكون الفرج عليه. جوا السمكات وانا عم نظفهم. غاليين هدول ما؟ والله ما بعرف يا رضية. ايوه وكيف بدنا نعرف؟ هلا انا بعرف صلاتي بالسوق، كان رفيق المرحوم. رح اروح لعنده وجيبه لهون عشان نضمون عليه، بخليه يشوف لنا اياهم ويتم لنا اياهم. بسرعة بسرعة روح لعنده، شو ناطر؟ امسك لك انا خليهم معي بين ما اروح وارجع. يلا ما بتاخر. شو عمي ابو نديم طمني، طلع معك شيء؟ يا عمي رشدي اللي مني جايب هدول الجواهر. والله بصراحة يا عمي أبو نديم أنا جبت سمكتين لمرتي مشان تنظفهم، ولقيت هدول الجواهر ببطن هالسمكتين. ببطن السمكتين؟ إيه. اسمع عمي رشدي، أنا ما راح أخبي عليك، هدول الجواهر نادرة وما بيلتقوا عند مين ما كان. أيوه يعني هدول عمي بقديش قديش بيتمنوا؟ هدول يا مرحوم البي بسوا شي 1000 ذهبي. شو قلت؟ بعت؟ لك أنا عمي، أنا اللي بعتك. ألف مبروك عليك. الله يبارك بعمرك يا عمي يا رشدي ويرحم أبوك. تعيش عمي، تعيش وتترحم.